هناك شخص يعرف كيف يجرح قلبك ويؤلمك بنقل ماذا يقول فلان عنك وفلان في المجلس الفلاني طعن فيك. يا أخي لو كان فيك خير دافعت عني في هذا المجلس وردت عن عرضي حتى تنال الأجر الوارد في الحديث عند الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وبعدين هذه نميمة، في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، القتات النمام الذي ينقل الكلام بين جهتين بقصد الإفساد بينهما. باختصار، لا توغر صدر أخيك بما قاله فلان عنه.